خذوني يا أحبائي، خذوني إلى أرض الحجاز وأسعدوني. رأيت واعظا في الحج يقول: لا يتم حج أحدكم إذا ترك ركنا من أركان الحج، فهل هذا صحيح؟ وما هي أركان الحج؟ وما الفرق بينها وبين واجبات الحج؟ نعم، لا يصح الحج ممن فرط وضيع ركنا من أركان الحج الأربعة، سواء كان ناسيا أو متعمدا أو جاهلا. وأركان الحج أخذت من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صفة حجه التي وصفها لنا أصحابه وصفا دقيقا، وهي أربعة أركان كما ذكرت. أولها الإحرام، والمراد به نية الدخول في نسك الحج، لا لباس الإحرام كما يظن الناس، فذلك من الواجبات. وقد جاءت الإشارة إلى نية الإحرام في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قول جابر: لسنا ننوي إلا الحج، وهو انعقاد القلب على النسك. وأيضا الركن الثاني السعي بين الصفا والمروة، وقد رأت حبيبة بنت أبي أجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه، وهو رأهم عليه الصلاة والسلام وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي، كما قالت، يدور به إزاره وهو يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. ومن الأركان التي لا تفرط فيها ولا تضيعها من أركان الحج الوقوف بعرفة، فيبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال يوم عرفة واليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. ومن أركان الحج وآخرها ورابعها طواف الإفاضة، وهو الذي جاءت الإشارة إليه في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذا الطواف له أسماء كما ذكر بعض الفقهاء، فيقال عنه طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويقال عنه طواف الفرض لأنه كما لا يخفى ركن من أركان الحج هو فرض، ويقال عنه طواف الزيارة لزيارة الحاج البيت وطواف به يوم النحر. هذه الأربع اتفق عليها أئمة المالكية والشافعية والحنابلة، وزاد الشافعية الحلق والتقصير فذهبوا إلى أنه ركن، واقتصر الأحناف على ركني الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة. فهذا جواب ما سألت عنه. يسر الله حجك وغفر ذنبي وذنبك، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. إلى أرض الحجاز وأسعدوني.